صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى حسناء رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وتستحضر سموها أبرز الإنجازات خلال عامي 2022 و2023. في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والمتينة بين المغرب والبرازيل، وزير الخارجية ناصر بوريتا يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رودريغو باتشيكو، والمسؤول البرازيلي يلتقي أيضا برئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين. في قطاع غزة، الدفاع المدني يعلن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع. الخارجية الإيرانية تعلن أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن متوقفة حاليا بسبب غياب الأرضية المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.